الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أيها السادة الكرام، قبل أن أفارق هذا المقام، فإني أرسل برقية عزاء ومشاطرة ومواساة إلى إخواننا في أندونيسيا، رئاسة وحكومة وشعبا، لما نزل بهم قبل ليلة من مصاب جلل، حيث توفي واستشهد ثلة منهم في البحر وغرقوا، ومنهم أبناء الرئيس الأندونيسي. وإنني إذ أسأل الله عز وجل أن يحسن عزاءهم، وأن يغفر لموتاهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يفرغ عليهم صبرا، أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع درجتهم. وإني لأبشرهم بأنهم شهداء بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والغريق شهيد. ولهذا نبعث بعزائنا إليهم، فهم أصحاب فضل علينا، وهذا الصرح أكبر دليل على هذا. ومن باب أيضا المواساة لهؤلاء، فإننا بعد صلاة السنة، سنة الجمعة، سنؤدي صلاة الغائب على أرواحهم. أسأل الله عز وجل أن يعظم لهم الأجر وأن يجزر لهم المثوبة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. نعزي أنفسنا ونعزي شعبنا الكبير، الشعب الأندونيسي الكبير، بمصابهم الجلل، وذلك بفقدهم ثلة من خيرة أبناء شعبهم في البحر. ونسأل الله تعالى أن يتغمدهم في واسع رحمته، وأن يتقبلهم مع الشهداء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول مولانا عز وجل: الذين إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول أيضا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. باسم الشعب الفلسطيني عامة، وباسم مسجد استقلال أندونيسيا خاصة، نبرق بأحر التعازي والمواساة إلى الرئيس الأندونيسي والشعب الأندونيسي والحكومة الأندونيسية بوفاة مجموعة منهم. نسأل الله العلي العظيم أن يتغمدهم في عليين ويقبلهم من الشهداء، ونسأله تعالى أن يسكنهم الفردوس الأعلى بدون حساب ولا سابقة عذاب. وإذ نحن نقول لهم: مصابكم مصابنا، ونعزيكم في هذا المصاب الجلل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وهو أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. استغل هذه الفرصة الطيبة فيها من هذا المكان الطيب إلى أن نرفع بالبقية الحارة، أن نعزي فيها رئيس أندونيسيا المبارك الطيب طيب الذكر، وللشعب الأندونيسي المعطاء الكريم الذي لم يبخل علينا بالمودة والعطاء لهذا الشعب، الشعب المكلوم، شعب فلسطين، حيث أننا نزف إليه من هذا المكان تعازينا الحارة، فقدانهم إلى أبنائهم وذرياتهم، حيث أن ما أصابهم قد أصابنا من الجلل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته،
وأن يهلم أهله جميع الصبر والسلوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المولى تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من أرض فلسطين، من أرض الرباط، من مسجد استقلال أندونيسيا في منطقتنا الحبيبة منطقة معن، نشاطر الشعب الأندونيسي عامة والرئيس الأندونيسي خاصة بهذا الجلل، بهذا المصاب العظيم الكبير الذي تأثرنا به. فرحمة الله على الشهداء رحمة واسعة، نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جنته وأن يلهم الرئيس الأندونيسي والشعب الأندونيسي الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل وعلى فقدان الشهداء. رحمة الله عليهم رحمة واسعة. إخوانكم من مسجد استقلال أندونيسيا في منطقة معين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.